فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا في بلادنا في أرتيريا أضرح، يقول عندنا في بلادنا في أرتيريا أريتريا أريتريا أضرحة تزار من قبل الناس، كل مكان بكل مكان الأضرحة. نعم. يقول: وبعض هؤلاء يكون فقراء ويذهبون ليسدوا ما بهم من الفاقة ومن الجوع ليأكلوا من هذه الذبائح التي تذبح هناك، فهل يجوز ذلك؟ يعني إن سدت أبواب الرزق إلا عند الأضرحة، اطلبوا الرزق من الله عز وجل، والله قريب مجيب، وأسباب الرزق كثيرة، ولا تذهبوا إلى الأضرحة، والأكل من ذبائحها حرام لأنها ميتة مذبوحة شركية، تذبح للقبور هذه شركية، أهل بها لغير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه ما هلوا بها لغير الله فهي حرام عليكم. نعم.